طبعا احنا هلا ضفنا الباكيج، حلو كتير. كيف حنستعملها؟ بكل بساطه حنروح لاي مكان احنا عايزينه بالبروجكت، حنعمل مثلا باتون هون، عند الضغط على الباتون مثلا عايز انا يظهر لي الديالوج، تمام مثلا. فهون حنعمل ماتيريال باتون بهذا الشكل، اوكي. وبعدها حنعمل تشايلد، تمام. حنعمل تكست ويدجت تكست يعني، وحنكتب شو ديالوج بهذا الشكل، تمام. ونعطيه لون للباتون عشان يكون واضح معنا، كلر كلرز دوت ريد على سبيل المثال، ونعطي لون للتكست كلر الموجود داخله يعني، او عفوا نعطي لون للتكست، تمام، بهذا الشكل. مش التكست كلر، هو التكست كلر لون النص يعني، اوكي. فهون طبعا ظهر عندي الباتون بهذا الشكل. كونتينر مارجن اتش مثلا عشان يكون الشكل اجمل، سيمتريك ممكن هوريزونتال نعطيه 30 مارجن من اليمين ومن اليسار، اوكي بهذا الشكل. هلا عند الضغط على هذا الباتون عايز مثلا يظهر لي الاليرت ديالوج الخاصه بالباكج اللي انا ضفتها. طيب كيف انا حاتعامل مع الباكج؟ حروح على الباكج مثل ما اتفقنا، حروح على الريدمي ونشوف كيفيه استعمالها. طبعا بتقراوا انتم، تقرأوا الباكيج كاملة، أول شيء بتشوفوا شو هي مزاياها، كيف شو هي استخداماتها، كل هي الأمور. وبعدها طبعا بتشوفوا أمثلة، ناخذ هذا المثال مثلا جاهز، أوكي كنترول سي. أنت مش مضطر تحفظها، أنت مش مضطر تحفظ أي شيء، تاخذها وبتعدل على الأمور الأساسية. وطبعا من البروبرتي واضح استعمال كل نقطة فيها يعني، ما بدها شطار يعني، مش بحاجة صراحة عبقرية لاستعمالها يعني، تمام. فأنت حتروح تضيفها داخل الفانكشن اللي عندك هون بهذا الشكل. طبعا حيظهر عندك خطأ لأنه هي مش معمل لها امبورت. كيف بتعمل لها امبورت؟ بتروح انت مباشرة على الانستولينج، تمام، وبتاخذ الامبورت، سطر الامبورت هذا كامل، وبتضيفه مثل ما تعلمنا سابقا، بتضيفه هون بهذا الشكل. فبنلاحظ انشال عندي الخطا، الحمد لله. طبعا في خطا ثاني بتشوف شو هو، في هون كوما زياده طبعا، وهي عم تسبب خطا من ضافه. طبعا على فكره الكوما مو مني، منا هن شايفين هن ضايفين كود خطا يعني، عشان ما واحد ينسخ الكود نفسه ويقول والله خطا وانا نسخته مثل ما هو بالموقع الرئيسي، اوكي بيغلطوا هن يعني، هن بشر، احتمال الخطا وارد. شايفين ضايفين كوما ثاني، بس طبعا الفي اس كود الحلو فيه بيحدد لك وين الخطا، حاطط لك هون انه هو ما توقعها صراحه ومش ضروريه، فنحن حنشيلها، فبالتالي حينشال الخطا وحنرتب الكود بعدها. ترتيب الكود هو الت شيفت اف بالويندوز، تمام. طبعا هون نحن ظاهرنا باللون الازرق لانه نحن حتى نلغي هي الملاحظه يعني، ممكن اوكي ما بيهمنا يعني، السطور باللون الازرق هي مش خطا، بس عشان تعرفوا هي مجرد بس يعني انه مش ضروريه، تمام، بس هي الفكره. هلا نحن هون حنعمل، حنضغط على هذا البتن، يفترض يظهر لي الديالوج. بنلاحظ انه ظهرت عندي الديالوج بهذا الشكل الجميل، شايفين كيف ظهرت؟ ظهرت بهذا الشكل الجميل، فعلا ظهرت مثل ما موجودة بالموقع الرسمي الخاص بهي الباكج، فنحن صرنا قادرين على استعمالها. هلا كل خاصية من خواص هي الباكج لها شرح كامل هون، أنت ممكن تقرأ الشرح وتطبق وتجرب على كل واحدة. كلمة ما عرفتها مثلا، أنا لنفرض في كلمة ما فهمت، وليكن على سبيل المثال كلمة باراميتر. طبعا باراميتر هي مصطلح علمي، حيكون ترجمتها باللغة العربية يعني شبه مستحيلة، لأنه هي يعني أنا بعرفها باللغة الإنجليزية بجوز ما بعرفها باللغة العربية إيش شو الفكرة منها، تمام؟ مثلا ديسمس على سبيل المثال هي قابلة للإزالة، بس أنا ما بعرفها يعني وإزالتها مثلا، تمام؟ أو طرد أو نبذ، شايفين؟ أنا من خلال جوجل بعرف ترجمة هي الكلمة، فأنت بتصير بعد ما تترجم الكلمات اللي ما بتعرفها، أنت قادر على خلص قراءة الدوكيومنتيشن الخاص بالباكج، هي الطريقة الصحيحة، اللي بيجي بيشرح لك كل ذرة بالباكج، بيبسط لك إنه مثلا هي شو وظيفتها وهي شو وظيفتها، هذا كلام فاضي. لانه في عندك مليون باكج، انت ما رح تروح تتعلم كل المليون، ولو بتقعد 50 سنه ما رح تخلصها، تمام؟ انت حتستعمل الباكجات اللي بتحتاجها، ولما بتحتاج باكج مش شرط تلاقي لها شرح، فانت لازم تكون قادر على قراءه الدوكيومنتيشن الخاص بالباكج، تمام؟ هي نقطة كثير مهمة. طبعا أنا حتى من دون ما أقرأ الدوكيومنتيشن، والله من الأسماء واضحة، تايتل، إيش يعني تايتل؟ عنوان، هاد يعني، واضح يعني، تمام؟ فأنت ممكن تقول مثلا هون warning على سبيل المثال، تمام. هلا لو ضغطنا شو ديالوج بنلاحظ ظهر لي هون warning، مثلا نكتب له بالديسكريبشن على سبيل المثال how are you على سبيل المثال. لو ضغطنا شايفين warning how are you، نحن ممكن نتحكم بهي الايكون، اكيد اكيد في طريقه نحن نغير بهي الايكون.
كمان هون عندنا الديالوج تايب، في عندي عده انواع، اول ما اعمل دوت بيظهروا عندي، فممكن يكون وورنينج فبتتغير. هلا بنشوف كيف، شايفين تغير اللون بس ما تغيرت الايكون. تغيير الايكون اكيد في بروبرتي خاصه بالايكون، اول ما اعمل كنترول سبيس بندور على كلمه ايكون الا ما تكون موجوده، او بنروح طبعا على الدوكيومنتيشن الخاص بالباكيج بنقرا، وهي الطريقه الافضل. بس انا اختصارا للوقت عم اوضح لكم كيف انا يعني شخصيا بتعامل مع اي باكيج، يعني عشان السرعه بروح بدور مباشره على الايكون. طبعا هي باتون اوكي ايكون يعني الخاصه بالاوكي، وفي واحده خاصه بالكنسل ممكن تضيف له ايقونات على فكره. تمام، هيك يبدو يعني من التفسير الشخصي لإلي لهي الباكيج. طبعا اكيد في طريقه بنتعامل نحن مع الايكون الموجوده بالاعلى، بنروح نقراها هون كل واحده بنلاحظ وظيفتها. اوكي ديسكريبشن البادي الكونتكست الباتون كذا. طيب خلونا نعمل نحن نجرب بعض الخواص، مثلا على سبيل المثال بي تي ان اوكي ايكون، نشوف اذا عملنا ايكون هون شو رح يصير عندنا. اوكي ايكون دوت على سبيل المثال اي ايكون نضيف، نضغط شو ديالوج مرة ثانية، بنلاحظ انه ظهرت الايكون شايفين بهذا الشكل. حتى نغير الايكون حتى تكون واضحة اكثر، نختار ايكون واضحة على شكل ثلج مثلا. اوكي بنلاحظ كيف ظهرت الايكون، نفس الموضوع فينا نختارها للكانسل. تمام، يعني فينا ايضا الكانسل، في عندي اكيد حيكون بي تي ان كانسل ايكون. تمام، فينا نتحكم باللون على فكرة وكل الامور جدا بسيطة. حنضيف مثلا اشارة التايم او الوقت، شايفين؟ كل هاي الامور واضحة يعني بصراحة ما بدها كثير عبقرية، يعني حتى من دون ما اقرا الدوكيومنتيشن واضحة بالنسبة لي. بس اكيد قراءة الدوكيومنتيشن حتخليك تفهم الباكج بشكل اكبر اذا ما وصلت لهدفك، لازم تقرا كل سطر موجود هون في حال انت حتستعمل الباكج وعايز تصل لكل التفاصيل وتكون انت عارف استعمالها بشكل كامل 100%. ما رح نخوض كثير بالتفاصيل، تمام؟ لانه مثل ما اتفقنا كله واضح يعني. هون عند الضغط على الكنسل ايش حيصير، عند الضغط على الاون بريست ايش حيصير، مثلا ممكن هون اقول له برنت انه مثلا اوكي، خلي يطلع لي اوكي عشان تتاكدوا انه كلامي صحيح. اول ما اضغط على اوكي حيطبع لي يفترض هون اوكي بهذا الشكل، شايفين؟ لان انا عملت برنت اوكي، يعني حتشتغل عند الضغط على الاوكي، وهذا حيشتغل عند الضغط على الكانسل. برنت مثلا اوكي، ممكن اكتب كانسل اليرت تمام مثلا، فهذا طلع لي كانسل اليرت. واضحه اجا جدا الباكج، واضح كيفيه استعمالها. هون الانيميشن اي شيء بتلاحظوا فيه دوت معناتها هو بيكون موديل وبيكون داخله مجموعه خواص، بس انتم تشيلوه واعملوا دوت حتشوفوا كل الخواص. ليفت سلايد، يعني بدل ما تيجي من اليمين بتيجي من اليسار، متاكد هلا كانت تجيني هيك الانيميشن، هلا حيجي من اليسار لليمين. شوفوا كيف، شايفين كيف؟ شوفوا لاحظوا كيف عم بيجي، كيف حيختفي كمان، يعني هو بيجي من اليسار وبيرجع لليسار، اما بالاول كان رايت. تمام، شوفوا كيف الاول بيرجع هلا لليمين. اوكي بهذا الشكل، هي الفكرة الأساسية من كيفية تنزيل باكج عندي بالمشروع مثل ما اتفقنا. هي تصنف على فكرة من النوع الثالث من الباكجات التي يمكن الاستغناء عنها، لأن أنا فيني أعمل نفس هي الأليرت من دون ما أستعمل هي الباكج. تمام، فيني أستغنى عنها، بس في باكجات لا يمكن الاستغناء عنها مثل الباكجات اللي بتتعامل مع الهاردوير والباكجات اللي بتتعامل مع الخدمات الخارجية مثل جوجل ماب، مثل اس كيو ال لايت، مثل كذا. يعني أنا ما في عندي ويدجت بتبني لي جوجل ماب، إجباري لازم أروح أستعمل باكج من هي الباكجات اللي ممكن نتعرف عليها، هي طبعا جوجل ماب. حتى نتاكد من هذا الشيء يعني نعمل هيك استعراض بسيط، ممكن نكتب هون واي فاي فيظهر لك مجموعه الباكجات اللي بتتعامل مع الواي فاي، شايفين؟ في كثير باكجات، في اي او تي، في فلتر، في كونكتر، كل هالباكجات على فكره يعني مو كل باكج بتكون لها وظيفه مختلفه، لا احيانا بيكون مثلا في 15 باكج نفس الوظيفه، فانت بتستعمل لتقييمها اعلى، يلي استعمالها اكبر، يلي عدد اللايك فيها اكبر، يلي صيانتها ممتازه، واللي طبعا بتكون احدث، عاده بتكون افضل، تاكدوا انه بتدعم احدث تقنيات بفلتر، الدارت 3 مثلا هو مكتوب فهي احدث نسخه من الدارت بتدعمها، وايضا هون بيظهر لكم البلاتفورم، فهي مثلا داعمه اندرويد اي او اس، مثل ما شايفين، هي فقط اندرويد بتشتغل، شايفين؟ فكمان انت هون بيظهر لكم المنصات يعني اللي بتدعمها، لانه نحن بنعرف فلتر بيشتغل اندرويد اي او اس ديسكتوب اكثر من موضوع، فتاكدوا انه الباكج اللي عم تستعملوه بتدعم كل المنصات اللي انت بحاجتها فعلا. تمام، مثلا هون جوجل ماب على سبيل المثال بنلاحظ انه بيدعم الويب،
والاي او اس والاندرويد تمام بهذا الشكل. طبعا هاي امر جدا مفيد. بنلاحظ انه هاي الباكج اللي اسمها ماب يوتيلز تدعم الاندرويد، اي او اس، لينوكس، ماك او اس، ويب، ويندوز، شايفين؟ فهي الامور يعني كلها مهمه حتى تعرف كيف تتعامل مع الباكج. تمام، بتمنى يا رب انه هذا الدرس يكون فعلا مرجع حقيقي لكيفيه اضافه باكج وكيفيه التعامل معه، واكيد حنشرح مجموعه من الباكجات التي لا يمكن الاستغناء عنها والمفيده جدا في الدروس القادمه. بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو واشتراك القناه.